يعطيكم العافية. اليوم في الحلقة الثالثة من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون راح نتعلم عن رموز تنسيق الجمل، واللي هي رموز بنستخدمها لننظم ونرتب الجملة اللي بدنا نطبعها. رموز تنسيق الجمل بتتكون من رمزين، الرمز الأول باكسلاش إن، والرمز الثاني هو اللي بيدل على الأمر اللي بدنا نطبعه. أول رمز بدنا نأخذه هو الباكسلاش إن، اللي هو عبارة عن نيو لاين. هذا الرمز بنستخدمه لما بدنا ننزل كل الكلام اللي بعد باكسلاش إن سطر جديد. مثلا لو نأخذ المثال الأول print ونعمل حسين ونحط الدبل كوتيشن ونكتب from student to student، وبين from student و to student نحط باكسلاش ونشوف شو بده يعطي. نعمل run، عمل from student ونزل سطر وعمل to student. وهسه نيجي للرمز الثاني اللي هو باكسلاش t، بس لازم نعرف انه التاب لو نكبسها راح تعطينا مسافة محددة اللي هي هيك. هسه لو نجرب نحط باكسلاش t بين from student to student، شو بده يعطي؟ باكسلاش t ونعمل run، راح يعمل from student ويعطي مسافة محددة، بعدين نحط to student. وهسه نيجي للرمز الثالث هو backslash b، وهو عبارة عن backspace. هذا الرمز لو نحطه راح يرجعنا مقدار خانة واحدة فقط، فلو نحط backslash b ونعمل run رجعنا مقدار خانة. ولازم نعرف انه في رموز ما بصير نحطها جوا البلند زي الدبل كوتيشن، بصير نحطها بس بأمر معين. لو حطينا backslash ودبل كوتيشن راح يعطيني اياها، بس لو على فرض حطيت دبل كوتيشن بدون الباكسلاش راح يعطيني ايرور. وهيك بنكون خلصنا حلقة اليوم، استنونا في الحلقة الجاية ويعطيكم العافية.